السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب كتاب لايف إليمنتري، طلاب كتاب لايف الأصفر. النهاردة نستكمل برضو الجزء الثالث من الوحدة السابعة، Part 3 from Unit 7. Unit 7E هنا طبعا بيقول yesterday، بالأمس. Yesterday was the first was the final day، امبارح طبعا كان اليوم النهائي of my bus journey، لرحلة الباص بتاعي from لاهسا to كودري، من منطقة لاهسا إلى كودري. At the border في الحدود with نيبال مع نيبال. It's the highest road in the world، طبعا ده يعتبر highest road in the world، أعلى طريق في العالم. And it's also very long journey، وهي رحلة طويلة جدا. We traveled for 3 days، سافرنا لمدة 3 أيام through the Himalayas، من خلال أو أثناء جبال الهيمالايز. And you could see the north side of Everest، وتقدر أنك أنت تشوف حتى الجانب الشمالي من جبال إيه، من جبال الإفرست. In the afternoon، في الظهيرة، we were only 5 kilometers from كودري، كنا على بعد 5 كيلومتر من منطقة كودري. And suddenly the bus stopped، وفجأة الباص توقف. The driver got out، السواق خرج. And looked out، وابتدى يبص كده the engine على المحرك. For the next 3 hours، للثلاث ساعات التالية، he tried to fix the engine، حاول ان هو يصلح الموتور. Some of the other passengers got angry، بعض من الركاب حصل لهم حالة من الغضب. But he couldn't start the bus، ولكن لم يستطع ان هو يشغل الباص. Finally، في النهاية، all the passengers، كل الركاب got out، خرجوا. And started to walk to the border، وابتدوا ان هم يمشوا ناحية الحدود. I felt sorry for the bus driver، انا شعرت بالأسى والأسف على سواق الباص. Because he looked sad، لانه بدأ عليه الحزن. And lonely، وبدأ عليه الوحدة، الجميع طبعا تركوا. But I also wanted a good hotel، ولكن انا حبيت برضو ان انا اشوف لي فندق كويس. And a hot meal، واخد لي وجبة سخنة. So I left the bus too، انا برضو سبت الباص زي ما الناس سبتوا. And walked to كودري، وابتديت ان انا اتمشى ناحية كودري. Later that night، في وقت متأخر، later that night، بعدين طبعا في هذه الليلة، the bus arrived in the town، الاتوبيس وصل وصل الى المدينة، بعد طبعا ما هم وصلوا. طيب هنا بيقول لي read the travel blog، اقرأ المدونة بتاعت السفر، about a bus journey، بشأن طبعا الرحلة بتاعت الباص. And answer the questions، واجب عن الأسئلة. Where was the rider، الكاتب بتاع الفقرة دي كان فين؟ بيقول لي on a bus journey، في رحلة باص from لاهسا to كودري، من لاهسا to كودري in the Himalayas، او ممكن نقول in the Himalayas، في منطقة الهيمالايز او جبال الهيمالايز. طيب how many days was the journey، كم عدد الايام بتاعت الرحلة؟ كانت كانت 3 days، 3 ايام. What could the passengers see، الركاب شافوا بالضبط؟ the north side of Everest، الجانب الشمالي من جبال الإفرست. What happened to the bus، اللي حصل للأتوبيس؟ it stopped، الأتوبيس طبعا توقف. Who tried to fix the engine، مين اللي حاول ان هو يصلح الموتور؟ طبعا ما فيش غيره the driver، السواق. How did the passengers feel، كيف كان شعور الركاب؟ Some of them were angry، بعضهم كان غضبان. Why did the writer feel sorry for the bus driver، ليه الكاتب طبعا شعر بالحزن على سواق الباص؟ He looked sad and lonely، لأنه هو بدأ عليه الحزن وأنه هو وحيد، الجميع طبعا تركه وراح المدينة سيرا على الأقدام on foot. Why did the writer walk to the border، ليه الكاتب بتاع هذه الفقرة مشى ناحية الحدود؟ He wanted a good hotel and a hot meal، طبعا هو حب ان هو ياخد له فندق كويس ووجبة ووجبة ساخنة. طيب look at these sentences، بص لهذه الجمل. And answer the questions، واجب عن الأسئلة. I felt sorry for the bus driver، شعرت بالأسى ناحية سواق الباص. Because he looked sad، لأنه بدأ عليه الحزن. طيب بي هنا بيقول له I wanted a good hotel،
حبيت ان انا شفت فندق كويس اند هوت ميل وجبه ساخنه. سو اي ليف ذا باص اند ووكد تو كودري، لذلك انا تركت الباص ومشيت ناحيه كودري. Which sentence، اي جمله من الاثنين دول give the reason، بتعطي السبب. Then the action وبعد كده الحدث، تمام. طبعا الجمله بي، الجمله بي عندي هنا بيقول لي I wanted a good hotel، انا حبيت اخذ لفندق كويس ووجبه ساخنه. سو لذلك النتيجه كانت ايه؟ I left the bus، ان انا تركت ايه؟ الباص. يبقى هو هنا بيديني الريزون، السبب اللي هو ان هو كان عايز لفندق كويس وعايز ياكل. السبب ده خلاه يعمل النتيجه دي، ان هو ايه؟ يترك الباص ويمشي سيرا على ايه؟ على الاقدام، تمام. طيب which sentence، اي جمله جز اكشن then the reason، اي جمله بتعطي النتيجه الاول وبعد كده السبب، تمام. هنا بيقول I felt sorry for the bus driver، أنا شعرت بالأسى ناحية سواق الباص. ده اللي هي الإيه؟ النتيجة. because إيه بقى؟ بسبب إيه؟ he looked sad، لأن هو كان يبدو عليه إيه؟ الحزن. يبقى أنا عندي كلمة because بيجيني وراها إيه؟ سبب وقبلها نتيجة، عندي كلمة so بيجيني وراها نتيجة وقبلها بيكون إيه؟ سبب، تمام. يبقى عندي كلمة so يجيني وراها so، عندي كلمة because بيجي وراها ايه؟ بيجي وراها السبب وقبلها بتكون النتيجة، تمام. عندي كلمة so بيجي وراها النتيجة وقبلها بيكون ايه؟ بيكون السبب. الاثنين عكس بعض، تمام. يبقى انا هنا على سبيل المثال حبيت اخذ الجملة الاولانية واحط مكانها مكان كلمة because، هنا كلمة so، هنا حقول ايه؟ I felt، هنا حقول he looked sad، هو بدأ عليه الحزن. دي حقول هنا الجملة دي رقم واحد، سو لذلك هي فيلت سوري فور ذا بس ايه؟ بس درايفر. يبقى انا كده عكست الجملتين، تمام، في حالة ان انا بحط سو مكان بيكوز. طيب وين دو وي يوز سو اند بيكوز، امتى بنستخدم كلمة سو اللي هي معناها لذلك، وامتى بنستخدم كلمة بيكوز اللي هي معناها لأن. يبقى كلمة سو دي بيجي وراها ريزلت عشان نبين ان في ريزلت نتيجه، وكلمه بيكوز عشان نبين ان في ريزون سبب. يبقى بيكوز للريزون وكلمه سو للريزلت، تمام. يبقى وي يوز سو تو انتروديوس ذا ريزلت، بنستخدم كلمه سو بمعنى لذلك عشان نقدم بها الريزلت اللي هي الايه؟ النتيجه. وي يوز بيكوز تو انتروديوس ا ريزون، بنستخدم كلمه بيكوز عشان نقول ان ده كده ايه؟ بسبب كذا، او السبب بتاعه هو هذا السبب. طيب نشوف بعد كده بيقول لي complete the sentences with so or because، كمل الجمل دي باستخدام كلمة so كلمة because. تركها بسيطة، خدعة بسيطة كده نبقى عارفينها بين so و because. كلمة so دايما بيجي قبلها كوما، كلمة so دايما بيجي قبلها ايه؟ قبلها كوما. فانت هنا تلاحظ ان هنا في كوما، نكبر شوية كده عشان نشوف ايه، نشوف الكوما. عندي كلمة سؤال هنا في كوما صغيرة، هنا بيكوز ما فيش قبلها كوما، بيكوز هنا برضو ما فيش قبلها ايه؟ ما فيش قبلها كوما، تمام. عندي كلمة سو هذه هنا في كوما صغيرة، تمام. يبقى كلمة سو لازم يجيني قبلها ايه؟ لازم يجيني قبلها كوما. بيكوز لا، هنا بيكوز ما فيش، هنا عندي سو في كوما، هنا بيكوز ما فيش كوما، تمام. يبقى زي ما قلنا كلمة سو بيجي قبلها كوما، تمام، وكلمة بيكوز لا ما بيجيش قبلها ايه؟ كوما. طيب تعال نقرا كده الجمل يا شباب ونشوف. هنا بيقول لي we called a taxi، احنا اتصلنا بالتاكسي because we were late for the meeting، لاننا كنا متأخرين على الاجتماع. يبقى بسبب ايه؟ ان احنا اتأخرنا على الاجتماع اتصلنا بمين؟ بالتاكسي. the train was late، القطار كان متأخر. النتيجة لكده ايه بقى؟ we waited on the platform، احنا انتظرنا على الرصيف. يبقى the train was late، القطار كان متأخر. so لذلك we waited on the platform، انتظرنا على ايه؟ على الرصيف. طيب number three we had a drink of water، احنا خدنا لنا مية شربناها because it was very hot day، لاني طبعا كان يوم حر ايه؟ كان يوم حر جدا. يبقى السبب اللي خلانا نشرب مية اللي هو ان اليوم كان حار جدا. number four it started raining، بدأت بالامطار. so they ran home، لذلك هم جروا الى المنزل، النتيجة هم جروا ناحية المنزل. I wanted to sleep، حبيت ان انا انام. so I stayed at a hotel، لذلك انا جلست في فندق، رحت فندق.
النتيجة إن هو عايز ينام، النتيجة لذلك إن هو راح لفندق. We hired a car، استأجرنا سيارة. السبب بقى because لأن there were no trains or buses، لأن ما كانش فيه ولا قطارات ولا باصات. يبقى كلمة because بيجي وراها السبب وسو بيجي وراها النتيجة، تمام؟ طيب I needed some money، أنا احتاجت بعض الفلوس. So النتيجة لذلك حصل لذلك I looked for a cash machine، أنا بحثت عن عن ماكينة كاش أو صرافة. Number 8 My friend lent me $10، صديقي سلفني $10 because I didn't have any cash، لأني ما كانش معايا أي فلوس سائلة في يدي. طيب تعال نشوف هنا بيقول لي بيقول لي choose the correct options، اختار الاختيارات الصحيحة to complete this travel blog، عشان نكمل المدونة بتاعت السفر دي. طبعا هنا بيقول لي it was the end of our family holiday، كانت نهاية الرحلة العائلية بتاعتنا. and we were tired، واحنا كنا متعبين. طبعا عندي كلمة and معناها we، and we were tired، احنا كنا متعبين. we had a long car journey، كان رحلة السيارة رحلة طويلة. from Switzerland to England، من سويسرلاند إلى إنجلترا. so لذلك we left early in the morning، لذلك غادرنا مبكرا في الصباح، تمام؟ حنلاقي ان هنا في في ورا كلمة England حنلاقي ان في كومة صغيرة كده، فهنا خلاص عرفنا ان دي كده سو حيدين وراها النتيجة. so we left early in the morning، غادرنا مبكرا في الصباح. the journey was easy at first، الرحلة كانت سهلة في البداية. because there wasn't much traffic، لان ما كانش في زحام مروري. at the time of day، في هذا الوقت من اليوم. but at midday، ولكن في منتصف النهار او في منتصف اليوم. we needed a stop at a garage near Paris، ولكن احنا احتاجنا ان احنا نوقف في جراج بالقرب من باريس. because there was a problem with the engine، لان كان في مشكلة في المحرك. the garage couldn't fix the car، الورشة ما قدرتش ان هي تصلح السيارة. for 24 hours، لمدة 24 ساعة. so we needed a hotel for the night، لذلك احنا احتاجنا فندق نقعد فيه هذه الليلة. the nearest hotel was at Disneyland، اقرب فندق كان في ديزني لاند. we went there and it was the best part of the holiday، رحنا طبعا ديزني لاند وكانت يعتبر افضل جزء من الرحلة بتاعتنا. طيب نشوف هنا بيقول لي write a short travel blog، اكتب طبعا مدونة قصيرة للسفر. where were you، انت كنت فين، زي الشخص اللي هو كتب ده. when was it، متى كانت الرحلة بتاعتك. who was there، مين كان هناك. what happened، ايه اللي حصل هناك. طبعا كل واحد يكتب مدونة سفر طبقا اللي هو سافره مع نفسه. طيب نشوف هنا يا شباب، عندي طبعا كلمة skin، skin اللي هي البشرة او الجلد. كلمة skin معناها the outside part of a human or animal's body، اللي هو الجزء الخارجي من من جسم الإنسان أو الحيوان. يبقى the outside part of humans or animals body، الجزء الخارجي من جسم الإنسان والحيوان. طيب عندي كلمة turn، turn يتحول. كلمة turn معناها change، يتحول أو يتغير. يبقى كلمة turn معناها يتحول، اللي هي change color، يغير اللون. طبعا هنا بيقول لي when I sit in the sun، لما جلست في الشمس. my skin doesn't turn brown، البشرة بتاعتي ما تغيرتش او ما تحولتش للون البني. it turns red، تحولت للون الاحمر. فانا عندي كلمة turn هنا بمعنى change. طيب هنا نمبر 3 بيقول لي the water in this river is very shallow، المية في هذا النهر ضحلة. ضحلة يعني مش عميقة، اللي هي كلمة شالو هنا بيقول لي معناها not deep، ليست ليست عميقة. طيب نشوف بعدها بيقول لي a baby's skin is very smooth، بشرة الطفل ناعمة جدا. كلمة smooth معناها ناعمة، اللي هي nice to touch، من الرائع لمسها. not rough يعني ليست ليست خشنة. when an animal dies، لما الحيوان بيموت. its body decays،
الجسم بتاعه بيتحلل. فانا عندي هنا كلمة decays يتحلل اللي هي breaks up and goes back into nature، يتكسر ويرجع مرة اخرى الى الطبيعة. The chicken lays eggs، الدجاج بيفقس البيض او بيوضع البيض. تمام، انا عندي هنا كلمة lays يوضع اللي هي when a female bird pushes an egg from her body، لما طبعا الطائر الانثى تمام بتخرج البيض من جسمها، اللي هي كلمة lay تفقس او توضع البيض. هنا طبعا بيقول لي ايه unit 7 review and memory booster. Look at the picture، بص للصورة. Complete the sentences with the name of a planet، كمل الجملة باسم ايه، باسم الكوكب in the picture اللي هو موجود في الصورة. طبعا هنا مديني اسماء الكواكب، Mercury تمام، Venus عطارد الزهرة، Earth الارض، Mars المريخ، جوبيتر المشترى، ساترن زحل، يورانوس واخر كوكب عند اللي هو نبتون. يبقى ميركوري عطارد، فينوس الزهرة، ايرث الارض، مارس مارس اللي هو كوكب مارس اللي هو المريخ تمام، جوبيتر المشترى، ساترن زحل، يورانوس نبتون اللي هو كوكب ايه، كوكب نبتون. يبقى ميركوري عطارد، فينوس الزهرة، ايرث الارض، مارس المريخ، جوبيتر المشترى، ساترن زحل، يورانوس نبتون اللي هو كوكب نبتون. Look at the picture، بص للصورة. Complete the sentences، كمل الجمل with the name of a planet، باسم الكوكب اللي موجود في الصورة. هنا بيقول لي is the nearest planet to the sun، اقرب كوكب الى الشمس. طب فين الشمس؟ ادي الشمس، مين اقرب كوكب ليها؟ اللي هو كوكب ميركوري. يبقى ميركوري كوكب عطارد is the nearest planet to the sun، هو اقرب كوكب للشمس. طيب نشوف بعد كده الكوكب اللي بعده نمبر 2، بيقول لي ساترن is a big planet، ساترن is a big planet but is the biggest planet. تمام، كوكب زحل طبعا is a big planet كوكب كبير، but Jupiter ولكن كوكب المشترى هو الكوكب ايه الاكبر من ضمن المجموعة الشمسية. Venus is a hot planet، Venus كوكب ساخن، but Mercury is the hottest، كوكب الزهرة هو كوكب ساخن ولكن كوكب عطارد الاقرب منه اسخن منه، Mercury is the hottest. هنا بيقول لي the journey from Earth to Neptune، الرحلة من كوكب الأرض إلى كوكب نبتون is longer than Earth to Uranus، أطول من الرحلة من كوكب الأرض إلى كوكب يورانوس، لأن طبعا المسافة من الأرض إلى نبتون أطول من المسافة من الأرض إلى كوكب إيه، كوكب يورانوس. Number 5 Earth الأرض is the best planet for humans، هي أفضل كوكب للإنسان. Number 6 Mars كوكب المريخ is smaller than Earth، هو أصغر من كوكب الأرض، but Mercury ولكن كوكب عطارد is the smallest planet، كوكب عطارد هو أصغر إيه، أصغر كوكب. نشوف هنا Number 2 بيقول click to choose 9 adjectives، اختار لهنا 9 صفات in the sentence from 1 to 6، في الجمل من 1 ل 6. طيب انا عندي هنا الصفات اللي هي عندي كلمة nearest صفة، عندي كلمة big صفة، biggest صفة، hot و hottest الاثنين دول صفات، عندي بعد كده كلمة longer، ادي هنا adjective صفة، best adjective تمام، smaller adjective و smallest هنا ايه adjective. طبعا دي comparative مقارنة، دي superlative تفضيل، دي adjective دي superlative comparative، هنا نقول ايه superlative، هنا adjective just adjective يعني بس صفة عادية، هنا superlative، superlative يعني تفضيل، هنا adjective يعني صفة ايه، صفة عادية. تمام، عندي هنا كلمة biggest superlative، hottest superlative، nearest superlative، يبقى اي حاجة فيها est نقول عليها superlative اللي هي صفة تفضيل. عندي كلمة big هنا adjective عادية، وهوت هنا adjective برضو ايه عادية، ما في يعني
فهاش ولا مقارنة ولا تفضيل. طيب زي ما احنا قلنا طبعا عندي كلمة نيرس دي سوبرلاتيف تفضيل، بيج وبيجس، بيجس طبعا اللي هي ايه السوبرلاتيف، هوتست سوبرلاتيف، لونجر دي بنقول عليها كومباراتيف اللي هي المقارنة، بيست بنقول عليها هنا ايه سوبرلاتيف اللي هو تفضيل، وعندي كلمة سمولر كومباراتيف تمام مقارنة، وسمولست سوبرلاتيف اللي هو ايه تفضيل. هنا read the information اقرا المعلومات، then write two comparative sentences using the adjective، بعد كده اكتب لي جملتين مقارنة باستخدام هذه الصفات. The summer temperature in Qatar is 40 degree، درجة الحرارة في قطر 40 درجة مئوية. It's 20 degree in Berlin، و 20 في برلين. يبقى انا هنا مدينا صفتين، مدينا الصفة hot ساخن، ومدينا الصفة cold معناها بارد. يبقى انا لو حقول هنا حقول ان برلين ابرد من ايه درجة الحرارة في برلين ابرد من درجة الحرارة فين في قطر، او ممكن اقول درجة الحرارة في قطر اسخن من درجة الحرارة في برلين. يبقى انا هبتدي باسخن الاول، يبقى حقول قطر is hotter than برلين، قطر اسخن من ايه اسخن من برلين. يبقى انا عند الصفة hot هنا، hot دي صفة ايه منتهية بساكن متحرك ساكن، هنضاعف الساكن الاخير ونضيف er، نجيب قطر في البداية تمام. يبقى هنقول هنا ايه قطر، دولة قطر is hotter than اسخن من مين اسخن من برلين، دولة ايه دولة اسخن من برلين، مدينة برلين اللي هي موجودة فين في المانيا. يبقى قطر is better is hotter than برلين، وممكن نعكس هنا نقول ايه راح نقول هنا برلين، برلين اللي هي مدينة برلين is colder than، الصفة cold هنخليها ايه colder than مين than قطر. يبقى برلين ابرد من ايه ابرد من قطر. طيب ابورش السيارة البورش كان ترافل ات 300 كيلو بير اور، البورش ممكن تسافر بسرعة 300 كيلو في الساعة. اميني كان ترافل ات 225 كيلو كيلومتر بير اور، والسيارة الميني تسافر بسرعة 225 كيلو في الساعة. انا عندي طبعا هنا فاست معناها سريع وسلو معناها بطيء، فانا هنا حقول ان البورش اسرع من ايه اسرع من الميني. يبقى ابورش is faster than a mini، البورش اسرع من الميني، او اقول a mini is slower than a Porsche، يبقى الميني ابطا من ايه من البورش. طيب this house costs 1 مليون دولار، المنزل ده بيكلف كلف ايه يكلف ايه مليون دولار. this apartment هذا المنزل costs 250000 دولار، المنزل ده كلف 250000 دولار. يبقى انا هنا هقول ايه this house، عندي طبعا كلمة cheap معناها رخيص وكلمة expensive معناها غالي. يبقى هنا هقول this house is more expensive than this apartment، هذا المنزل اغلى من ايه هذا المنزل، او نقول this apartment is cheaper than this house، او هذا المنزل ارخص من هذا ايه هذا المنزل. طيب نشوف بعد كده number 4، London has a population of 8.6 million، لندن عدد السكان اللي فيها 8.6 مليون شخص، مدريد has a population of 3.1 million، ومدريد فيها حوالي 3.1 مليون شخص. يبقى هنا انا اقول ايه هقول لندن is bigger than مدريد، هقول ان لندن اكبر من مدريد لان فيها عدد سكان اكتر طبعا، ونقول مدريد is smaller than لندن يعني مدريد اصغر من ايه من لندن. طيب the river Nile نهر النيل is 6650 كيلومتر long، طول نهر النيل 6650. the river Amazon وطول نهر الامازون is 6712 كيلومتر long، الطول بتاع الامازون 6712. طيب يبقى انا عندي هنا الامازون اطول من نهر ايه اطول من نهر النيل، يبقى انا مدينا الصفة لونج معناها طويل والصفة شورت معناها قصير. يبقى هنا هقول the river amazon
is longer than the river Nile. نهر الأمازون أطول من نهر النيل، تمام؟ أو حنقول the river Nile، نهر النيل، is shorter than the river Amazon، أقصر من نهر إيه؟ نهر الأمازون. طيب نشوف هنا بيقول لي كمل طبعا باستخدام صفات من الموجودة في exercise 3. The summer temperature in London، درجة الحرارة في لندن is 18 degree، 18 درجة مئوية. London is a city، لندن هي المدينة الأقل برودة، يبقى London is the coldest city، لندن هي الأقل برودة. The coldest يعني الأكثر إيه؟ عذرا الأكثر برودة، تمام؟ هنا بيقول لي بوغاتي فيرون كان ترافل ات 430 كيلومتر بير اور، بوغاتي ممكن يسافر بسرعة 430 كيلو في الساعة. It's the fastest car، طبعا هي أسرع إيه؟ أسرع سيارة. The castle cost 10 دولار، 10 مليون دولار. القلعة كلفت 10 مليون دولار. The most expensive home، يعتبر المنزل إيه؟ الأغلى. دلهي has a population of 18.9 million، it's the biggest capital city، دلهي فيها عدد سكان 18.9 مليون، وهي تعتبر أضخم إيه؟ أضخم مدينة. The Mississippi River، نهر المسيسيبي، is 3.733 كيلومتر، حوالي 3.73 كيلومتر. It's the shortest river، هو أقصر إيه؟ أقصر نهر. Work in pairs to say the opposite، تعالوا نشوف هنا العكس. عندي cheap، cheap معناها رخيص، عكسها expensive بمعنى إيه؟ غالي. clean نظيف، عكسها dirty متسخ. cold بارد، عكسها hot ساخن. easy سهل، عكسها difficult صعب. fast سريع، عكسها slow بطيء. عندي هنا كلمة long، long بمعنى طويل، عكسها short قصير. safe آمن، عكسها dangerous خطير. tiny صغير جدا، عكسها enormous، enormous بمعنى ايه؟ ضخم. يبقى نعيد تاني هذه الصفات عشان مهمة. cheap الopposite بتاعها expensive، cheap عكسها expensive رخيص غالي. clean نظيف، عكسها dirty متسخ. cold بارد، عكسها hot ساخن. easy سهل، العكس بتاعها difficult بمعنى صعب. fast سريع، عكسها slow بطيء. long طويل، عكسها short قصير. safe آمن، عكسها dangerous خطير. tiny صغير جدا، عكسها enormous ضخم أو كبير جدا. complete these sentences، كمل لي هذه الجمل. I often go bus to work، أنا في الغالب بروح إلى العمل بالباص، تمام؟ يبقى go by bus، go by bus يذهب إلى العمل بالباص، تمام؟ go by bus يعني يذهب بالباص. it's sunny today، الجو مشمس اليوم. so let's walk together the park، يلا بينا to walk through the park، يلا بينا نمشي إيه؟ للحديقة أو في الحديقة. walk through the park، نمشي في الحديقة. sometimes I drive to the shops and sometimes، أحيانا بسوق إلى المحلات. and sometimes the bus، وأحيانا بأخذ الباص. يبقى take the bus، take a the bus. did you travel to Beijing by plane، هل أنت سافرت إلى بيجين لعاصمة الصين بالطائرة؟ يبقى هنا زي ما احنا قلنا يا شباب، go by bus يذهب بالباص. walk through the park يتمشى في الحديقة. take the bus يأخذ الباص، تمام؟ لو نلاحظ هنا كلمة بص بس، يبقى هنا نقول ايه؟ go by bus، هنا عندي the bus، حنقول ايه؟ take the bus يأخذ ايه؟ الباص. did you travel to Beijing، هل انت سافرت الى بيجين؟ choose the correct verb، اختار الفعل الصحيح. can I pay by credit card، ممكن ادفع بالبطاقة الائتمانية. يبقى pay by credit card يعني ادفع بالبطاقة الائتمانية. can you meet in dollar 10 euros، ممكن تسلفني 10 يورو. يبقى can you lend me، ممكن تسلفني ايه؟ 10 يورو.
could I change 100 pounds into dollar؟ ممكن أغير 100 دولار أو 100 جنيه إلى دولارات، تمام؟ يبقى change 100 pounds into dollars، يغير 100 جنيه إلى إيه؟ إلى دولارات. هنا بيقول لي take out some money from the cash machine، يعني طلع لك إيه بعض الفلوس من الصرافة. take out some money from cash machine، يخرج بعض المال من ايه؟ من الصرافة او ايه؟ او الاي تي ام. طيب هنا بيقول لي click to match يعني وفق the two halves of sentences، وفق لي انصاف ايه؟ انصاف هذه الجمل. هنا بقول له can you lend me a dollar، ممكن تسلفني دولار. could I borrow a euro، ممكن استلف يورو. could you pay by كاش، ممكن تدفع عن طريق الكاش. can we have some lunch، ممكن ناخدنا بعض الغداء. could I use your pen، ممكن استخدم القلم بتاعك. يبقى اول واحدة can you lend me، ممكن تسلفني دولار، دولار واحد. could I borrow a euro، ممكن استلف يورو. could you pay by cash، ممكن تدفع عن طريق الكاش. can we have some lunch، ممكن ناخدنا بعض الغداء. could I use your pen، ممكن استخدم ايه القلم بتاعك. وبكده نكون انهينا يونت 7، وان شاء الله باذن الله نستكمل معاكم هذه السلسله من Life Elementary. شكرا جزيلا لكم.